لأول مرة في تاريخ الجمعية، اخترنا منهم الأصوات الجميلة. كانت المنافسة قوية يعني، فضل الله ثم فضل الوالدين حفظهم الله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. متواجدين اليوم لحضور التصفيات النهائية من مسابقة القرآن الكريم من تنظيم الجمعية الإسلامية، حياكم. أنشأت هذه المسابقات لأول مرة في تاريخ الجمعية على مستوى البحرين، وبالترتيب اللي هو 10 أجزاء و5 أجزاء ومزمار داود. وهذه التجربة، ونأمل إن شاء الله في السنوات القادمة أن احنا نقدم فيها أكثر. طبعا ما شاء الله جات التحكيم مقصرين. الشيخ محمود، شلونك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله، الله يحييك، الله يبارك فيكم. شيخ محمود، خبرني أكثر عن منافسة هذه المسابقة. والله ما شاء الله، يعني حقا كان فيها منافسة قوية جدا بفضل الله عز وجل، وكان المتسابقين يمكن كثير منهم، يعني احنا صفيناهم، وصلوا الأمر إلى 5 متسابقين في كل فرع من الفروع، وكان في تقارب كثير جدا بينهم، وحتى ان يعني الحمد لله يعني استطعنا بفضل الله عز وجل ان احنا نصل الى ان الترتيب الاول من الاول الى الخامس بفضل الله عز وجل. هناك كثير من المعايير، منها معايير التجويد ومعايير الاصوات، اخترنا منهم الاصوات الجميله، واخترنا منهم ايضا من هو يحفظ، يعني يضبط الحفظ أكثر. محمد، ألف مبروك. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. محمد، شلون كانت المنافسة؟ والله الحمد لله كانت المنافسة قوية يعني، وما كنت متوقع أن بفوز الأول، بس الحمد لله بتوفيق الله حصلت على المركز الأول. هاني، خبرني عن المنافسة شلون كانت؟ والله كانت منافسة شديدة وفي تنافس شديد، جزاكم الله خير. الحمد لله حققت المركز الأول فضل الله ثم فضل الوالدين حفظهم الله، وأشكر كل القائمين على هذه المسابقة، وأشكر كل من ساهم في هذه المسابقة. منير الفائز في المركز الأول في فرع مزمار داود، ألف مبروك. الله يبارك في حياتك إن شاء الله. تستاهل. تستاهل الطيب. خبرني أكثر عن المنافسة. والله المنافسة شريفة وطيبة، وكل اللي كانوا متواجدين ما قصروا، يعطيهم العافية. الله يكتب أجر الجميع وأجر القائمين على هذه المسابقة. الله سبحانه وتعالى يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحمد لله أني كنت أحد المتنافسين. الحمد لله، وانت تستاهل. تستاهل الطيب.